أهلا بحضراتكم مرة تانية وصباح الخير مرة تانية ويجعل نهاركم نادي. عايزين نعرف نهارنا النهاردة عامل إزاي، درجة الحرارة عاملة إزاي، حر ولا برد ولا برق ولا رعد ولا تراب ولا إيه؟ صباح الخير حسين، صباح الخير جوانا. الجو النهاردة حر ولكن درجة الحرارة يعني معقولة 35. ماشي تمام، إحنا تعودنا خلاص، ولكن في نشاط للرياح. رياح لطيفة كده يعني زي ما بتقال summer breeze. يعني نشاط للرياح هتبقى مثيرة للرمال والأتربة. يعني أصحاب الجيوب الأنفية يستخبوا ولا إيه؟ يعني الله يطمن عليك. تعالوا نشوف. تفضل. صباح الخير عليكم مشاهدينا، نستعرض مع حضراتكم ملخص سريع لأحوال الطقس. النهاردة هيكون الطقس حر، ده غير إن هيكون في نشاط للرياح في بعض الأوقات على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 35، وأعلى درجة حرارة في الأقصر 42، وأقل درجة حرارة في مطروح 47. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع لحسام وجمانة عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. تشكر الكريم ده، شكرا جزيلا، وهنرجع لك مرة تانية.